بان لكم ساكت ياك الدراري ساكت. المهم ندخلوا في موضوع الدراري اللي هو السلام عليكم، كيف ما العادة اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد، ماشي بتين جديد، لا فيديو جديد. اخوان هاد الكاميرا كي كتبان ما عارف تتساعة ياك الاخوات. المهم غادي نحاول نشرحو الجيم اللي حطينا قبيلة، هادي واحد شي ثلاث ديال السوايع تقريبا. كاين شي ناس اللي ما فهموش وكاين شي ناس اللي دخلوا تخوروا، غنفهم لكم الجيم مره اخرى ان شاء الله. مثلا غادي ندخلوا عند اريزونا، انا حطيت فيديو الاولاني ياك، غادي نمشيو عندنا للشين، انا ندخل لعندي بالليكور الثانيه هي. هي هادي، هي فيها 20 دقيقة تقريبا. من بعد اخويا ما دخلتي انت الفيديو غدخل باش تلقى الليان. غادي نحاول دراري فهموا معايا الله يرحمه الوالدين، راه كاين شي واحد اللي انهم تفرجوا وبان لهم هادشي بحال اللي داوي خاوي، والدراري الله يرحم الوالدين راه حنا تنشرحوا لكم واحد الجيم اللي هي فيها واحد البروفيت اللي هو تقدر تربح منه، فهمتي؟ غير هو خصك تفهمو بالقاعده. غادي ندخل اخوتي اللي هو هذا هو اللي يعني. انا ديما كشوف هذا ما عليك اي سي و ما عندك ما دير بهذا الشيء، هذا الانتصاب الا بغيتي انك الناس اللي يبغوا انهم يدعموا هذا اليوتيوبر اللي يدير لكم هذا الفيديو هذا انتصاب، فهمتي؟ انتصاب غتخلص واحد دولار ولا جوج دولار ما عرفت. المهم نتوما تعرفوا داك الشيء، واللي بغى انه يدخل للسيد نورمال انا ما باقي ما حاط لكم حتى شي حاجه ديال دخل من الريفيلر، دخلوا من الريفيلر او تمشيوا لواحد السيت لانه يطلع لكم اعلانات والى اخره. اوكي راه كاين اللي كيتفرجوا فيا كيقول بلا ما نطرطر فيديوهات حامضين ولا شي لعيبه. المهم انا كنحاول نحط شي فيديو لانه انا كنعطي شوف كنعطيكم التفكير ديال بنادم مني وجبد، يقول هاد السيد راه كيحط لنا هاد الفيديو هذا اللي ما عرفش طز. الناس اللي مهتمين واللي ما مهتمينش اللي عندي الفيديو اللي هو هذا غتبارك عليه غيديك ليان. اوكي الدراري كدير اي ام اون روبوت كونيكت الواليت دير سينك، نتوما غطلع لكمش هاد اللعبه اللي فيها 16 كدا ما عندك ما دير بها، شي ما كيطلعوا لكمش ما كيطلع لكم 0 وات لحقاش. باقي ما شديتيش اللاند اللي هي فري وباقي ما دفعتيش باقي ما دفعتيش الفلوس، كتبان لكم انا كتشوف الكاميرا باللي انا محشر صراحه. باش غادي انك تشد اللاند فري انا حطيت لكم واحد الفيديو اللي هو الاولاني اللي حطيت قبل من هذا، كل 30 دقيقه ماشي 30 دقيقه كل ساعه اللي هي في 30 دقيقه. مثلا دابا عندنا 11:40 غتسنى مع 12:30 دقيقه حتى ل 35 كيحطوا لكم واحد اللاندات. فين مشيت اصاحبي؟ كيحطوا لكم واحد لانات اللي هي ديسيرت اللي هي هي سولد اوت. عييت الدراري حق ربي عييت، جوني الناس وتخرخرت صراحه تخرخر وانا ماشي هو هذاك. سولد اوت فاش كدير 30 دقيقه هنايا من 30 حتى 35 كتبقى انك تبرك على هذه اللعيبه هذه. فاش كدير 30
كيخصك تبرك بركه ومور بركه من 5 حتى 10 ديال التوان باش ما تبانعش. اوكي نفهم لكم حتى اخويا كتقول ضحت لي 30 دقيقه تنبقاو نريفريشيو باش يطلعوا لنا اللعيبه، غنبقى نريفريش اخويا تطلع لنا اللعيبه. تقدر ما تطلعش، تقدر ما تطلعناش اخويا شي الدراري تبانيتي. السلام عليكم. دابا راك تبانيتي، ماشي تبانرك الكونت لا، غير تبانيتي واحد المده ديال انك راك كتريفليشي بزاف ديال المرات في نفس الوقت، كيف ما سان فلاور فاش كتجي انك تزرع ولا لا فاش كتجي تحصد، كتبقى تحصد كيدير لك داك السيد البالا اللي كتحصد بها نفس الديكور. دابا غادي نتسناو واحد 15 حتى 20 ثانيه وغادي نوليو نرجعو للماركت بليس. راه هنا يمكن لك تدخل، ولكن الماركت بليس بركتي عليه ما غتدخلكش. اوكي باش الناس راه كاينين شي وحدين ما تيفهموش انك تزوق في الهضره ولا تقول شي حاجه اللي ما فهموهاش، راه ما غيفهموهاش نورمال. بزاف الناس ماشي بزاف بزاف، انا تنحاول الدراري نوريكم داكشي اللي تستافدوا منه نتوما ونستافدوا حتى حنا. حنا يوتيوبر اش غادي نقول لكم، مثلا نقدروا نربحوا من معاكم من الريفيلر او لا، الا كنا دايرين شي بيبل شي سيت نقدروا نربحوا مورا، اما شي حاجه غير كما كندير انا راه ما عندك ما تربح منه. بحال الريفيل نقدر نربح معاك الا كنتي غتشري واحد اللاند ولا، ولكن راه ماشي كيربح فهمتي، ما غنربح معاك شي درهم صحيحه. اوكي الاخوان ما كملتش 6 دريال، غادي ندوزو للماركت بليس نشوف واش تلقوها. ما تلقونا الماركت بليس من بعد الاخوان، ما تخبركش هذاك الليان اللي حطيت لكم في الفيديو ديال هذا السيت هذا. الا كنتي دخلتي وخديتي اللاند ما بين 30 دقيقه حتى 35 ساعه، كل ساعه كتعاود لك كتحط 170 لاند كتعاود. مثلا دابا عندك مع 12 اونس غير تحطو 170 لاند ما بين ديك 12 اونس حتى 12 و35، وفاش كيتحطو كيدومو تقريبا باش يمكن لك تشد من 5 التوان حتى ل 10 ديال التوان. الا ما كنتيش في داك الوقيته صافي ما غاتشدهاش، مشات طارت طز. كاين اللي غادي يقدر يشد ديك اللاند عندو واحد البورسونتاج اللي هو ما غاديش يدي واحد 100 ديال التوكن، وكاين اللي عندو الفلوس ويمكن له ما عنده ما يدير بعد التبرز يبقى يتسنى ساعد المكانه باش يحط لام ويدخل ويبقى حماق مع راسه فهمتي. كاين اللي عندو الفلوس اللي هي كل لاند انك تشريها اللي هي كومن بالفيز بكل شيء غطيح عليك بجوج دولار، بحال دابا هادي دايره 105. شوف جوج دولار قادك، جوج دولار قادك بالفيز بالعالم الرياضي. نمشيو الدراري هذا نمشيو الكونت اللي عندنا فيه شاين كدا طز طز طز. هادي هاي التوكن الدراري داير ب 0.017 اللي هي 100، يجينا نحسبوها 100 دايره اشوف جوج دولار قدك وفايتك اللي حايد علينا هادي وهبط علينا هادي تاهي. من بعد ما دخلتي البوكوين وشريتي التوكن كنهضر على الناس اللي عندهم فلوس، اللي عندهم فلوس كبيرين. نحط لكم كاميرا شويه اوكي شويه. المهم الناس اللي عندهم الفلوس وبغاو يدخلوا للجيم ويستافدوا منها بلا ما يحمقوا راسهم من الفري والى اخره. غادي تخلص اخويا
اللي هي 100 باش غادي تشري اللاند الاولى هي هذه 105 واش غادي واش غادي تشري هذه اللاند الاولى غادي تلقاها عندك هنا هذه اللي عندي انا هنا فري فابور ديال الساعه اوكي الى بغي كي غندير نفسر لكم هذه القضيه اوكي الدراري نحاولوا نفسر لكم باش تفهموا مزيان غدير واحد كونت ميتاماس نتمنى الصوت يكون مزيان فيا ما نهضر بزاف عييت والله عييت بالرب واخا ندير لكم هذا الفيديو هذا حقاش كنت كنشرح مع الدراري في الديسكورد عييت والله عييت بالله راه شي ساعتين و كنشرح مع الدراري فاش غادي تدخل من اللي الريف اللي حطيت لك غيديك لهذا الموقع لا السيت ديالهم هو الرئيسي اللي هو هم مشيو لهم غيطلع لك هنا غادي تسنى انت اما الناس انا عارف الناس ديال الفابور غادي تسناو الناس اللي مقوده عليهم فهمتي حنا راه واحد منهم اصلا غتسنى حتى ل 30 دقيقه حتى ل 35 اللي هي مع 12:35 12:30 غادي تمشي وغادي تشد وحده فابور تقدر ما تشد لكش ديك الساعه تقدر تشد لك من بعد الناس اللي تشدات ليه فاش غتشد غتلقاها كتمايني لك هكا اوكي الدراري كتمايني الطوكن اللي كتجمع عندك 23 في كل 24 ساعه ولا 16 ساعه يمكن لك تعاوتاني تشد وحده اخرى فابور كتبقى غادي خدام هكا يا بالفاي 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 كتجمع واحد البورسونتاج اللي هو مثلا اللاند اللي غادي تشري دايره ب 105 ولا 106 كتجمع اللي هي 23 غادي تضربها في هي 4 ايام 4 ايام غادي تجمع باش تشري لاند اوكي تشري لاند وبقى تضرب لك 200 وكذا بلاص ما غادي تجمع 123 غادي تضرب 200 وكذا و20 في النهار هنا الدراري دايره هذه ب 104 هاد 104 راه تيهبطو حتى ل 74 حتى ل 70 تقريبا من 70 حتى ل 100 70 ل 100 من 70 ل 100 انت وزارك بغيتي تصبر صبر بغيتي تصبر بغيتي كان عندك فلوس ولا شي لعيبه بغيتي تشري دخل شري الماركت بليس كما قلت لكم كاين الناس اللي غادي يشدوا الفابور كما دابا اللي داير انا في هذا السيت فهاد الميتاماس اللي داير دابا كاين شي حد غادي يشوف ديك 360 الفوق يقول هذا منين جا منين جابها انا غنفهم لكم كلشي الدراري انا راه الخوت راه الى ان فوا حطيت لكم فيديو عرفوا داك الفيديو اللي حطيت راه فيه ما يدار راه ماشي زعما كاين غادي تبقى خدام وكتضيع وقتك لا راه فيه ما يدار فيه 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 الربح يا صاحبي وهذه نصيحه للناس كاملين كاين شي واحد غيشوف كاين ربح هايلي واش دابا انت كتشرح لينا كتشرح لينا واحد الجيم اللي هي الطوكن ديالها ساوي ساوي حزق الله بحال دابا هذا ساوي 0.017 هاي شنو نربح منه اخويا ترباح اخويا ترباح 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 اجي لهنا اخو انا فاهم لك شنو غتربح هادي ديال الفابور غتربح 23 اوكي غضرب اضرب 4 ايام غتولي تدخل 200 هي 4 دولار 4 دولار اخويا شكون عطاها لك راه بنا واحد اخر كيضرب عليها تماره كيمشي كيدخل كيمشي كيدخل كيضرب تماره الدراري في البني ولا في شي لعبه في شي صناعه ولا المهم ما عليناش غادي في كونط واحد يمكن لك دير بزاف د الكونطات حيد علينا هادشي هذا الطوكن بان الثمن ديالو بان كلشي هو هذاك من بعد شديتي اللاند غادي تمشي اخويا غادي تصيفط 2 دولار ديال البي ان بي من البينانس البينانس كيمكن لك تصيفط 3 دولار
صيفط 3 دولار ماشي صيفط 3 دولار ماشي مشكل، ولكن ما غتصيفطش في هذا الكونت اللي قلتي فيه هاد لاند فابور، اولا شريتي لاند ب 100. لا الا كنتي بغيتي انك تدخل لهاد الجيم وكنتي ما بغيتيش انك تشد داك الفابور اللي كتعطيك 23 في النار، بغيتي تدخل باش تشري وحده ب 100 ولا ب 80 ولا ب 90، كيخصك دير الحساب انك غتشري جوج ديال اللاندات ماشي وحده. اللاند الاولى اللي غادي تشري غدوز اوتوماتيك اكتيفا في الماين، ماينينغ ها هي كتمايني. واللاند الثانيه غادي تكون درتي انك درتي ريفيلر ديال الكونت الرئيسي ديالك، ماي ريفيلر ها هي، غتكوبي هاد ليان بحال هكا يا، وغتمشي لميتاماس اللي درتي انك جديد. المهم غتحل، هادي نصيحه الناس اللي عندهم الفلوس 10 20 دولار خدموا على هاد الموقع، غدير 10 حتى 20 كونت، المهم شغلكم هذاك 10 د الكونطات ولا هذا، وغتربح واحد القضيه اللي هي 4.5 من الريفيلر، غتربح 4.5 من الريفيلر في الكونت الرئيسي ديالك. باش غتفهموها انا نوريكم هذا الكونت الرئيسي شحال عندي فيه، 360 هذا لا ماشي هذا، غنمشيو لهذا، غنتسنى واحد شويه هذا الوقت ونشري واحد اللاند، شي واحد تكون طايحه في الثمن، فهمتوا شي واحد تكون طايحه في الثمن باش نفهم لكم. هادو كلهم 194 105، انا غنتسناو غير شي وحده تكون هابطه شويه في الثمن وغادي نديوها باش تفهموا. لكل كونت غادي دير غادي تشري فيه لاند، كل كونت غتشري فيه لاند، بزاف د الكونتات غتفتح 10 20 15 شحال هكا، هذا بقى 104 قرا هاد الماد الدراري والله ما عارفين انت هاد الربط. دابا الدراري راه 12 د الليل، هضر ما تنسهرش اكثر من الوحده، عيني راه بداو يدلعو الوحده الى صارت الوحده. ها وحده تحطها الدراري ب 99 غنشريوها، ها وحده تحطها ب 99 هيا ديناها. شحال لقينا عندنا الدراري في الكونت الرئيسي ديالنا؟ شحال عندنا هنا؟ هلا صاحبي واو عندنا 360، شحال ولات؟ 365. نتمنى يكون الشرح مفهوم، نتمنى يكون الميساج وصل للناس، ما يجيش واحد اخر يقول لي لا واه لا ما خدامهاش لا شي ما كاينش. انا فهمت ليكم داكشي، كل لاند كتشريها كتاخد عليها 4.5 حتى 5 ديال الطوكن ديالك، داكشي علاش قلت لكم غتشريو بزاف ديال اللاندات غتربح. انت شريتي داك اللاند شريتيها ب 100 ياك، مثلا هادي شريتيها ب هاهي شريتيها ب 104 غتعطيك 223 ماشي في النهار، لا ماشي في النهار. هاد اللاند غيمكن لك تخرج منها داك الموارد 223 ديال ديك الطوكن، وغتبورنا غطير، اذا غتربح النص بالنص حاليا في الثمن ديال 100 وكذا، غتربح النص بالنص. حنا فين عندنا الاساس؟
اخوتي عييت وحق الرب. بقى معايا واحد دقيقه الله يرحم الوالدين. اوكي كتبورنا كطير انت غتربح 100 من هذه 100 من الاخرى 100 من الاخرى 100 من الاخرى. هي اللي قلت لك الناس اللي عندهم 10 حتى 20 دولار راه كل ما دفعتي بزاف كل ما تربح بزاف بزاف ديال الكونت تربح بزاف. وضرب هذا غادي يصور لك ديك الكونت اللي فتحتي غادي يضرب لك شريتيه ب 100 غيضرب لك 223 ودفعتي في الكونت الاخر دازت لك 4.5 اللي هي اللي هي 90 طوكن 90. وفاش غادي تحرق تبقى يمكن لك تشري عاوتاني وحده اخرى في 24 ساعه بلوس. حنا غادي نضربوها في 5 ايام ولا في 7 ايام. سمية وثلاثين هاد السمية وثلاثين الكونت ديال الريفيلر اللي صيفطتي له انت الكونت الرئيسي ديالك اللي قبضتي منه اللي احالة وزعتي على الكونطات ديالك انت دوك العشرة ولا عشرين في ظرف سيمانة. عندك السمية اللي هي تكب واحد 15 دولار ولا 10 دولار والكونطات الاخرين اللي هي ربحتي عليها شريتيهم بمية اللي هي ربحتي مية هاي مية في 7 ايام اللي هي 700 غادي نضربوها في 7 4900 وغنرجعوا اللور شويه. شحال ضربنا 90 في 7 630 غادي نضربوا 120 في 7 ايام هي غادي نضربوها في 10 8400 بلس نديرو 600 مثلا 9000. شحال جاتنا 9000 الدراري 9000 في 7 ايام. شوف انا تنعطيكم شي حاجه اللي غتخدموا بها. الناس اللي دخلوا ب 20 دولار ولا 40 دولار اوكي ما بقيتش عاقل. المهم شحال قلنا 9000 157 دولار. ما غنزيدش نهضر شوف الدراري ما غنزيدش نهضر نهائيا ما غنزيدش نقول شي كلمه واحده اخرى صافي. الفيديو مفهوم اللي ما بغاش يفهم اللاند الرئيسيه رقم واحد غتقبض منها اللاند اللي هي فري اللي هي عطاك في 30 دقيقه اللي هي باقا لها نص ساعه دابا غتمنتيها غتهز الماي ريفيلر ياك غادي تدخل غتحل واحد 10 د الكونطات كل كونط في براوزر واحد براوزر جوجل كروم غتفتح بزاف بحال دابا هذا بحال دابا هكا هيا واحد جوج ثلاثة أربعة فهمتي راك عارفين براوزر وميتاماس اما ميتاماس بدلو ديرو ميتاماس بزاف كاع وني وراسكم كل ميتاماس راكم عارفين سكريني وكروشي رقموه ونساوه دير ريسيف وغتصيفط له 2 دولار ديال البي ان بي 2 دولار بي ان بي 2 دولار بي ان بي شحال شحال عطاتنا جوج في انا غادي جوج في 10 10 دولار يا قدر 2 دولار في لا صاحبي $20 10 ديال لي كونط
غادي يضربوا ليكم خلصتي 20 دولار في النهار، غادي تدخل لك الدراري تقريبا عشرين دولار حتى 30 دولار. دفعتي 20 دولار غتدخل لك في النهار 20 حتى 30 دولار. انا راه عارف هاد الفيديو طولت فيه بزاف، ما عمري طولت في شي فيديو بحال هكا، بغيت الناس اللي غادي يفهموا. انا راه صراحه انا راه تنقول لكم هادشي هذا من القلب، ماشي شي حاجه ديال اني غنستافد من موراك بالتخريه، ما غنستافد بالتخريه من موراك اخويا. نقولها لك، انا عارف هاد الازمه اللي دايزين بها الناس مقوده، ما كاين لا خدمه، بري تو اورن تقودت عليه، القضيه تحشرات، كل شيء طايح، اي لعبه غتدخل لها غتنصب عليك، هادشي اللي كاين. شي حاجه اخرى نقولها لكم راه ما غادي نزيد، نتمنوا كل شيء يكون واضح. الويدراو والديبوزيت راني وريته لكم ونعاود نوريه، هذا هو الكونت اللي دخلتي به، بغيتي ديبوزي في الجيم غتبرك على هاد البلوس اللي عندك هنا. الويدراو ما غنهضروش عليها حتى من بعد، غتمشي للطوطال ديال الديبوزيت، غتكون مشيتي نتايا البوكوين انا راني شحفت واحد قرب لا شحفت برا، وقف ليا ما نهضر. الدخول غادي تشري اخويا واحد المية، جوج دولار في كل كونت ونساها، جوج دولار اوكي. من بعد ما شريت شي التوكن حيد علينا هذه. غتجي غتلقاها عندك هنا، فاش شريتي الطوكن غتلقاها عندك هنا، هاد بلاصة الزير غتلقاها عندك 100، غتبرك لها توتال ودير ديبوزي وغتخلص عليها واحد شوية الفيز، المهم 4 دريال 6 دريال 10 دريال، المهم ما كيهمش. من بعد ما شريتي غتلقاها عندك هنا بلاصة الزيرو هذا اللي الفوق، غتمشي للماركت بليس، غتمشي للكومن، نتا وزهرك، انت شنو بغيتي تشري؟ هادو كيتباعوا ب103، هنا الان كومن كيتباعوا ب280، هنا الرار كيتباعوا ب836، هنا الليجنداري 5699 اللي هي 5700 يقول ليجنداري والرار ان كومن، ما عندنا ما نديرو بهم، حنا عندنا الغرض بكومن. دخل اخويا وغتشري كومن ب100 ولا 105 ولا 103، المهم غتدخل للماركت بليس وغتشوف شحال تساوي داك الشيء وغتزيد عليه واحد الحبه ديال الطوكن صافي. فاش غادي تشري انت هذا الشيء هذا غتلقى عندك في هذه البلاصه هذه. ونزيدكم واحد القضيه اخرى اللي طاحوا فيها الدراري بزاف، وهذا شوفوا واش هو ولا ماشي هو، لا ماشي هو، نجيو لهذا وقيله ماي. الا مشيتي حتى شريتي اللاند اللي هي شريتيها ديال ب100 ولا بشي لعبه، راه هي اول وحده كتاكتيفا في الماينينغ، واش ديتي ديال الفابور ما عندك ما دير، صافي ضاعت هذه، هادي مشات، غتستافد منها حتى شي حاجة، صافي. تبغي تبيعها ما عندك شي دير، تبيعها ب10، ما يمكنش، فهمت؟ ضاعت لك هاد اللاند، غتشد لاند فري، الناس اللي باغين يخدمو فري، غتشد لاند فري وعاد شري هاد اللاند، في الكونت الآخر ماشي هاد الكونت اللي شديتي فيه اللاند فري. اللي ما فهمش شي حاجه دوز عندنا في الديسكورد حتى غدا ان شاء الله، دابا غنمشي نعس اخويا.
دابا شو شو عندي هنا الدليل قدر خريت من الصباح حتى نشحر عشان نشرح البنادم صاحب. بقى شي حاجه ما شرحناهاش، اي الواد دراو، الواد دراو الاخوان توتال اللي هو مينيموم اللي هو 200، لحقاش تديو معاك 110 في الفيز، 110 في الفيز غتبقى لك 90 غتولي الدراوي، ما تستافد من هذاك 90 غير غيديوك ديك 110 على التلف، جمع 1000 ويد دراوي غتبقى لك 890 ويد دراو، غدوز لك الميتاماس غتمشي لبوكوين غتسوابي داكشي، صيفط داكشي لبينونس خليه عندك تما ولا كليميه بيعو للسياج صافي. وكاين الناس اللي تيديروا باش كيحولوا الفلوس من لاند لاند باش ما تيخلصوا زعما الفيز ولا اخر، كيحط اللاند مثلا كيحطها بديك 25 كيخصو يكون يدو على القرص، اي تحطها تكليميه انت اللي غتشريها. كاين واحد اخرين حاط القرص بحالي كيتسناو غير اللي تحط شي حاجه طايعه كيبرك عليها كيشريها وتيديها. ايوا وانت هاك حمادي ضربتي تمارا على الخوا الخاوي. كنظن شرحت كل شيء في هذا الليل، كان ديفلوبر براسو ما عارف هادشي اللي شرحته انا، ولكني انا شرحت كل شيء. الناس اللي كيقول لك اوبن ان اف تي اي بوكس كذا ما خداماش، هذه تسالت ما بقاتش. السلام عليكم. عندنا حاجه اخرى اللي هي هادو باقي ما تلقوش هاد توكن مينين، قال لي هو كيعطيك 50 في النهار، ركزوا عليها. واحد 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 نفسر لكم بواحد الطريقه اللي بحال لواحد البي سي، القدره ديالو كيعدل لك 50 حبه في النهار. انت شريتي لاند كيعطيك 230 في المجموع، ولكن هذا كيجمع لك 50 في النهار، هي خاصك 4 ايام ما تجمع الفلوس ديالك. ولا بغيتي انك تدير له اوبغريد غتولي ب 100 يولي يجمع لك 100 في النهار، غتخلص عليه 1000 ومن 1000. وكاينه واحد الريباراي هنايا باقيه زيرو كوست، اوكي باقي ما فيه تلعب من بعد عادي يقدر يتريبار. هنا انا عندي 8 ما يمكنليش نكليمي، غادي نمشي ولا لشي واحد اخر اللي يمكن نكليمي منه. بحال دابا هذا يقدر نكليمي، الى مشينا للهوم يس هذا نكليمي منه 20. عندك مينيمو انك تكليمي اللي هي 10، انا كليميت 20 زدت هنا واقيلا كنظن زدت 233 كنظن زدت. الكليم ديال كيما قلت لكم ديال كوليكت 10 ديال الطوك تكليميه في كل نهار، واش انك تزود ديك بلاصه 50 تولي 100 غتخلص 1000 ديال الطوك، تزيد عاوتاني غتخلص واحد 1500 ولا 2000 وهي طالعه. هادو باقي ما تلقوش اللي هو 100 هذا نيت هذا 100 100، المهم هادشي هادي ديك 100 100 100، هذا يقدر يكون 100 هذا غيكون 200 هذا يكون شي 500 كنظن، عطيتكم غير احتمال. الجيم خدامه مزيان، انتشروا عليها خدموا عليها قلبوا في يوتيوب مزيان، يقدر يكون شي واحد اخر خاطر شي شرح اكثر ما حط انا. المهم تسلطوا عليها وانتشروا بحال العنكبوت. تلاقاو في فيديو واحد اخر، ساعتكم سعيده وليلتكم سعيده، نهاركم مبروك، تهلاو في راسكم.